السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجيت لكم فيديو جديد على قناة محترف شرحات بلو. في بداية كده خلينا متفقين ان كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي جهازه جهاز كحيان شبه اللي عندي كده بالظبط. فانا علشان كده جاي لكم في فيديو النهاردة اللي هنستعرض فيه اقوى العاب الاكشن والاستراتيجية والسباقات، كل ده للأجهزة الضعيفة والمتوسطة، وممكن لو انت جهازك قوي تلعب عادي يعني. يلا بينا نبدأ الفيديو. كلنا طبعا لما نحب لعبة معينة بس عشان جهازنا ضعيف بنعمل ايه؟ بنروح نفتح اليوتيوب ونجيب يوتيوبر بيلعب اللعبة ونقعد نتفرج عليها. الكل بيعمل كده، وعلى سبيل المثال بابجي مثلا. طب احنا مالناش دعوة بألعاب الاونلاين اللي زي دي، انا بس بديك مثال. او لعبة مثلا باتل فيلد 1، لعبة كل بيعشقها وكل نفسه يلعبها بس هي للأسف الأجهزة التقيلة. فعشان كده احنا جايبين حلول النهاردة وجيب لكم أفضل ألعاب، ويلا بينا نخش في الترتيب. المركز العاشر معانا وهي لعبة كويك 4. يمكنك الاستمتاع بها بجهاز ضعيف، وهي طبعا الجزء الرابع من سلسلة ألعاب كويك، وهي من ألعاب الأكشن والتصويب المميزة. لعبة كويك توفر وضع اللاعب الواحد وكذلك وضع اللاعب الجماعي، لكنها تركز على وضع اللاعب الواحد فقط، وهذا الجزء من الأجزاء الرائعة جدا من السلسلة. القصة تتحدث عن الريف في البحرية والذي ينضم الأقوى فرق الجيش، حيث ينجح مع زملائه في تدمير قائد الأعداء ستروك. وبعد النجاح في هذه المهمة الناجحة يحصل الفريق على عدة مهام أخرى من أجل حماية كوكب الأرض من الغزو الفضائي. يعني بمعنى اصح انت شايل مسؤوليه كوكب الارض، احميه بقى من الفضائيين يا معلم. نخش بقى على اللعبه اللي بعدها وهي لعبه باتل فيلد 3. هي لعبه حربيه من تطوير استوديو الالعاب الشهير دايس ونشر شركه EA، وهي لعبه تابعه لسلسله العاب الحربيه باتل فيلد. اللعبه تم اطلاقها عام 2011. تم وصف هذا الجزء بانه الاضخم في تاريخ السلسله في وقتها، كما حاز على الكثير من الجوائز في معارض ومؤتمرات، وذلك لأنه يتميز برسوم مذهلة تتفوق على معظم ألعاب جيله، وكمان بيجمع بين طور لعب جماعي ويحتوي على خرائط شاسعة وضخمة مع طور قصة يبدو مثير للاهتمام، كما يحتوي على طور الأونلاين الذي يقدم تجربة لعب مميزة جدا، ولكن الأساسي بتاعه هو الأوفلاين وطور القصة اللي بيقدمه لنا من خلال الدخول في معارك ملحمية ماشي على مقولة البقاء للأقوى. فلو انت بقى من عشاق التصويب والنار والدم اللي بيترتش في كل مكان، فيلا حمل اللعبة وخد الماوس والكيبورد وانزل عاجني يا معلم. نخش بقى على اللعبة اللي بعدها وهي من افضل العاب السباق للاجهزة الضعيفة، تراك مانيا 2. معرفش انطقتها صح ولا ايه، بس يلا. هي لعبة سباق سيارات تم اصدارها سنة 2011، وهي من تطوير شركة يوبي سوفت الشهيرة، وهي لعبة تم اطلاقها لمنصة البي سي فقط. اللعبة موجودة لعشاق ألعاب السباقات السيارات والسرعة. اللعبة حماسية بشكل كبير حيث تحتوي على العديد من المراحل الصعبة. بعض الشيء وهو شيء رائع ومميز لمن يحبون ألعاب السباقات، كما أن الأمر المميز باللعبة هي أنها تحتوي على طور أونلاين حيث تجد العديد من المنافسين. ويلا نشوف مين الأحسن. اللعبة اللي معانا بقى وهي Far Cry 2. لعبة Far Cry 2 هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، تم إطلاقها في عام 2008 على أجهزة البي سي والبلايستيشن 3 والإكس بوكس. اللعبة من تطوير ونشر شركة يوبيسوفت تاني، تقدم فري Far Cry 2 تجربة أكثر واقعية، فهناك مجموعة من المرتزقة يلقى بهم دول أفريقيا تعيش حالة حرب أهلية. مهمتك الرئيسية التي هي موكل بها هي القضاء على تاجر الأسلحة، وهو الذي يمول أطراف النزاع عبر تجارته، والوصول إليه يتوجب عليك تتبع تعاملاته عبر العمل بشكل مزدوج مع جانبي النزاع المتمثل في فرقتي ABR وUFLL. بالرغم أن اللعبة تعتبر قديمة إلا أنها تقدم لك تجربة مميزة جدا، وياريت ما ننساش أن احنا أجهزتنا كحيانا كده. يلا بينا. واللعبة الخامسة معانا والأخيرة في قائمتنا وهي لعبة سنايبر إلايت 2. لعبة دي أنا بنصحكم إنكم تلعبوها، لأنها لعبة بتقدم
مستوى رائع جدا من استخدام القنص. هي لعبة من نوع التصوير من منظور الشخص الثالث من تطوير استوديو ريبل لايون. تم اطلاقها عام 2014، وهي لعبة جعلت الاقتناص شيئا ممتع للغاية ومختلفا عن باقي الالعاب، والذي مميزه هو الطلقة التي تخرج من السلاح وبترشق في جمجمة الجندي اللي قصادك، تحس انك مرتاح نفسيا كده والدم بيطرطش والجمجمة بتتقسم نصين. تدور احداث اللعبة اثناء فترة الحرب العالمية الثانية، وتلعب انت دور الجندي الذي يجب عليه ان يمنع اطلاق الصواريخ المدمرة النووية، ومطلوب منه ان يقتل عناصر البشرية النازية الالمان المسؤول عن تطوير هذه الصواريخ. اللعبة تحتوي على 8 مراحل طويلة ولكنها ممتعة لحد كبير، كما تستطيع انت وصديقك ان تنهي المهمات في طور القصة، مما يعطيك تجربة رائعة ومميزة في التعاون بينك وبين صديقك. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى فمتنسونوش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتو. Peggy 18.